يقول في هذا السؤال: عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وكانت 300 ريال عماني، فهل حجي صحيح علما بأن ذلك برضاهم؟ أرجو منكم الإفادة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه يستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفسه، فإن الهدية توجب المودة والمحبة وتذهب السخيمة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص أجرك شيئا، لأن هذا كسب طيب، والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات.